غيور بشكل مش طبيعي. وابان لا يعني ابان في الهادي ولكن غيور جدا جدا بس ما بينش بقى. اهلا واضح، انا شريف رمزي وسعيد ان انا معاكم النهارده. لا بلاوي، لا مش مرئي، لا لا بلاوي زرقاء طبعا. لا يا لا، ده انا عامل كل حاجه في الدنيا يعني، حاجات كل حاجه من اول حاجات القبيحه لغايه اللي مش قبيحه، كل حاجه عامل، كل حاجه هدخل اشوف كل حاجه انا عايز اشوفها، وادخل اي مكان انا عايز ادخله، واعمل كل حاجه انا، لان انت الشهره بتخليكي دايما انت تحت الميكروسكوب، فلما مش مرئي ده لا، ده انا اعمل اللي انا عايز وادخل يعني افاصل، نفسي افاصل، عمري ما فصلت يعني، عمري اشتريت حاجه وفصلت، بتكسف قوي، يبقى في حاجه بس غاليه جدا وانا عايز اقوله ليه يا عم، لا معي، يقول لك ده كلامه، فبقى لا ما بفصلش. فالانفصال مثلا ده حاجه احنا محرومين منها كفنانين يعني. الغيره والحسوكه والعصبيه الزايده على حاجات ممكن ما تكونش ليها لازمه، والحاجات كتير والله، وحب الاستقرار الزائد. من اول فيلم يعني يمكن اثار البنات من اعمال اللي عشان كان بدايتي، عجميستا، حاجات كتير، بتوقيت القاهره مثلا كنت من الاعمال اللي حبيتها، لان كان استاذ زراع كبير نور الشريف، العراف مع الاستاذ عادل امام، افلام كتير، المسافر مع استاذ عمر الشريف، حاجات حتى الهلس يعني، حاجات سمير وشهير وبهير، هاتولي راجل، الحاجات دي كلها حبيتها برضو جدا. ويف والله كان اخويا الصغير مش عارف ينطقش الشريف فيقول لي ويف. اغرب عاده؟ لا انا عندي عاده في الاكل بقى، انا بحب الاكل جدا، ودايما لما اجي اكل تلاقي طبقي معروف وسط الاول ما نقوم على السفره، طبقي الوحيد اللي يتعرف، مميز بانه مليان حاجات يعني، انا بقعد افلتر من الاكل كم حاجات والله ما بهزر، جلده مش عارف ايه، لا حته مش عارف مين، حته ما تعجبني، حته غريبه يعني، لو باكل مثلا ان شاء الله باكل اي رز الاقي رزايه لونها مش اروح متجنبها. حدث جنوني عملته في حياتي اني اتجوزت، يمكن ده هو ده يعني حاجه مجنونه يعني. شكرا واضح.